أنا بعاني من علاقة سيئة مع أهل زوجي أو مع أهل زوجتي. في الحقيقة إنك أنت ما عندك رغبة في إنك تحسن علاقتك الزوجية، لأنه كل هذا بينعكس على سعادة حياتك الزوجية وتنقلب لتعاسة. فأنا راح أقدم لكم نصيحتين إنك تتوقف. أولاً تتوقف عن لوم الآخرين بأنهم تعتقد بأنهم هم سبب مشاكلك، بل تبدأ بملاحقة عدم رغبتك الداخلية في إنك تحسن علاقتك مع شريك حياتك. ثانياً اتخلص من فكرة إنه أنا لازم علي إني أسوي كذا وكذا وأهل زوجي أو أهل زوجتي إنهم يفعلوا كذا وكذا، بل إنك تتعامل معهم كأي عائلة لك علاقة إيجابية جيدة معهم، إنك تتعامل معهم بكل رحب وسرور وإيجابية. بعدها انظر للأثار الإيجابية لعلاقتك الزوجية في حال اتحسنت علاقتك مع أهل زوجك أو زوجتك.